السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب العرب في كل مكان، القريب والبعيد، معكم أخوكم وحبيبكم علي جمال من جديد. ونتمنى يا رب أيامكم كلها أفراح وعيد، وكما وعدناكم المزيد من الجديد. والطابو يعني الملكية في يوم واحد، وهذا هو بيت القصيد. السلام عليكم. بالنسبة للبناء اللي عندنا ده، بسم الله ما شاء الله، عمره جديد 6 سنوات. عندنا هو 6 أدوار. اللي انتوا شايفينه فيه قسطانة، ده باللغة التركية يعني محل فطائر وحلويات وكده. المحل التاني اللي هو تشي كوفتا، اللي هي الأكلة التركية الجميلة جدا، أنا لسه أكلتها من الأسبوع اللي فات، أنصحكم تاكلوها. وكبير جدا المحل، كل محل فيهم كبير، حتى في تطلع في أسانسير داخل المحلين تطلع فوق. العموم المحل كمان التالت محل هو خدمات سيارات، هتشوفوا كمان كل حاجة في الفيديو احنا صورناها ليكو ان شاء الله. زائد عندكو الدور بعد كده يعني فوق المحلات، الدور الاول فيه بسم الله ما شاء الله شقة 3 غرف وصالة وبلكونة، حاجة كده كبيرة، وبص كده على الميدان وعلى الخضرة. الدور التاني برضو 3 غرف وصالة، وطبعا بلكونة والحمات والكلام ده. الدور التالت 3 غرف وصالة كمان. الدور الرابع 2 غرف وصالة، بسم الله ما شاء الله. وكمان في كمان غير الارض كمان تحت في بدروم تحتي. مساحته كم متر؟ 240 متر، مكتوبة في الطابو كمان 240 متر. سعره 5,150,000 ليرة. وعلى فكرة ايجار المحلات والشقق شهريا 17,000 ليرة. مكانه جنب منطقة السلطان ايوب، بيبص بسم الله ما شاء الله بيبص على الميدان. هناك في كل حاجة، صيدليات ومحطة اتوبيس وجنب المترو، جنب المترو خطوات كده تلاقي نفسك في محطة المترو بسم الله ما شاء الله. فالبناء ده جميل جدا، اسيبكم دلوقتي تشوفوا البناء، وشكرا جزيلا. طب يا باشا.
من بيذكر خلينا في البداية نسمع الناس والحبايب اللي ثقوا فينا والكل سعيد ويا رب خيرهم يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني وصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا الشاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا، أنا صرت ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية.
وهاي شقتنا الجديدة اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسة منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملون وياه لانه انسان صادق وامين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء من واحد لواحد، ابو تاكسيات واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. كان معكم وسيظل معكم إن شاء الله أخوكم اللي بيموت فيكم علي جمال من اسطنبول. تحياتي.